دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ جولتنا على طول من محافظة القاهرة، بالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات إنما نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هناك في سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري كمان الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الموضوع، نفس الموضوع برضو أعلى كوبري المطارية اللي جاي من الكابلات. بيشهد كمان نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام في حركة سير السيارات والمرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان ورايح للمعادي والمقطم هيكون في سيولة مرورية كبيرة. نروح للجيزة وشوارع الجيزة ونبدأ من شارع فيصل اللي طبعا بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة سير السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات عند منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة في شارع العشرين والحد الطلبية كمان، وللمتجه كمان لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق وحتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية نما بسيطة قبل محور ميدان لبنان، للمتجه كمان لأكتوبر هيكون في سيولة مرورية هناك. لو رحنا لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي. ظهرت كمان كثافات متحركة في محور صافة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، ونفس الأمر عند كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. خلونا دلوقتي نروح لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة تشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل ونلاقي هناك كثافات مرورية هتبدأ كمان تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. هناك في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للي قادم واللي خارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6، طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للي قادم من المحافظة ورايح للقاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في هذا الوقت.